أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد من دروس الحلقة المسلسلة تحت عنوان نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الغزوة بوسافة المسلمين إن شاء الله، غزوة بني المصطلق. غزوة بني المصطلق يعني بضم الميم وتسكين الصاد وفتح الطاء وكسر اللام، المصطلق. بل المصطلق وجي فرع من فروع يوسف القبيلة، قبيلة خزاعة، وباللغة القديمة بطن من بطون هذه القبيلة الكبيرة، وهي من القبائل المعروفة من قبائل العرب. المصطلقة كي سمات جديد سم، خطر لن تفضى أذروم ذم قران قبيلة عشيرة سم قران سمات جديد سم أمزوارو، وكي سمات جذيمة بن سعد بن عمر بن ربيعة بن حارثة، اسميس سمات جديد سم أمزوارو نغم قران. تاريخ الغزوة نمر سريعا لأن أحداث كثيرة في هذه الغزوة المباركة. تاريخ الغزوة الراجح عند أهل السيرة أنها وقعت في شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة، يعني ذوقور شعبان إثضر الغزوة جن المعركة يجي ذوقور شعبان ذوق سويس خمسة من الهجرة النبوية. ولن من أهل السيرة ذينان إثضر ذقاس والسين، يعني ذقاس الاثنين، يعني تفاصيل يوم الاثنين اثنين من شهر شعبان سنة خمسة للهجرة، وقي بالتدقيق واللي بغان بالتعميم ديني ضرد السنة الخامسة للهجرة. نغادي في ذلك نقول أقول شعبان من السنة الخامسة للهجرة. ذي الوقت ني اثضر الغزوة يقي غزوة بني المصطلق. السؤال الأول، ما هي أسباب هذه الغزوة؟ ذا شو السبب يمي دوس الغزوة؟ ثولم ذي درسني عدان نهضرت في غزوة بني النظير. ذي القرآن نزلت سورة كاملة اسمها سورة الحشر، كما قال ابن عباس إن سورة الحشر سورة بني النظير. ونشرح يتيد إن بذاك الفائدات الدروس المستفادة من هذه الغزوة المباركة، غزوة بني النظير. وثسد صورة كاملة تعلم الأمة وتبين حقيقة اليهود وتبين حقائق كثيرة وتبين فضل المهاجرين وتبين فضل الأنصار وتبين فضل التابعينهم بإحسان إلى يوم الدين. كل هذا شرحناه في الحلقة السابقة. الناد كل غزوة تسعى السبع الغزوة يجي تسعى ثلاثة أسباب يمدو سال غزوة، غزوة بني المصطلق. السبب أم زوارو تأييد قبيلة بني المصطلق لقريش في غزوة أحد، يعني فدذن حرفن أكذ المشركين من قريش ذي غزوة أحد وحصان في غزوة أحد، عند ذي المرحلة الأولى انتصر المسلمون، المرحلة الثانية انهزم المسلمون. مع ذلك أبو سفيان ما كان تزران أسمي قيم الجيش يحبس باش يرتاح ذي استعفو، أبو سفيان يرفع في اللسم يفقع في اللسم إن يسن مدى موث غمارة محمد صلى الله عليه وسلم شغل وتنتصر معه. ما شاو سيكون حكاسي فيما سبق. إذن قبيلة يجي قبيلة بني المصطلق كانت مؤيدة لمشركي مكة في غزوة أحد، وجي سبب من الأسباب. وطبعا الأمور السياسية أشرنا إليها فيما سبق. النبي عليه الصلاة والسلام يزران ويذ الحلفاء ناس أنوي وقاذي دفغن ذي عذوني الدين ذي عذوني النور الإسلام إلى آخره. فالقبيلة يجي قبيلة قوية من قبائل العرب، قبيلة أيدت الشرك ضد الإيمان. إلى سبب السين القبيلة هيمنت على الخط الرئيس المفضي أو المؤدي
إلى مكة المكرمة، يعني فأصبحت حاجزا قويا مانعا من نفوذ المسلمين إلى مكة. إلى قصر ما يثمثن باللي يدسن تنبعد بالك الدرس ويسين دي الدون ما يرانا ويسلاثة أدن مسلية فتح مكة ذا شو ذو فريد يتساوي نسي المدينة غير مكة. أتفضل قبيلة بما تملك من قوة كبيرة، جيش قوي، سلاح إلى أخيه، وكره وحقد على المسلمين بشكل قوي جدا. ذنسات هيمنت على الطريق المفضي أو المؤدي إلى مكة المكرمة. المعنى يس في استراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم سيعود إلى مكة فاتحا. مكان اللي جاكني أدي سيون واس أذي لفتح مكة، أذي لفتح مكة. فبالتالي هذا سبب يعني إزالة هذا الحاجز ممثلا في هذه القبيلة العربية الكبيرة. سبب ثلاثة، سبب مباشر، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق جمعوا جيشا، حضروا جيشا قويا مسلحا للعدوان على النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين بالمدينة المنورة. أتسهقين القيرة، أتسهقين باش تضمن في المدينة المنورة، معنتها تشفى ما شو يضران في أحد، في أحد تزرى ما شو يضران هزيمة المسلمين، المزرى من بعد يفغن سفن الخبر بلي يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الجانب المعنوي نفسية المسلمين كانت في حالة شديدة جدا، حالة انهيار إلى حد كبير. زرم الصحابي الجليل الذي تخلف عن غزوة بدر، وقد ذكر ذلك مفصلا فيما سبق، ويحذر غزوة بدر يعهد ربي إن يسى ربي لو كان مدس الغزوة النظم الشركة والجهداء ويظلم ربي سبحانه يسوثري بشهدين متشاهد في سبيل الله. أنس بن نظر نحكيت فلس فيما سبق ذنسى أسمي فالخضار أسقر النبي عليه الصلاة والسلام يموت ذينا ينطق إنا يسمي لا يموت النبي عليه الصلاة والسلام ربي سبحانه يموت لا يغل إنا يسموت على ما مات عليه أمثث فين يموت النبي صلى الله عليه وسلم. القصة معروفة وتنزل الآية التي ذكرناها المرة اللي فات عند دين ربي سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دقي تنزل مناسبة تنزل آية يوم الإسلام. طيب في غد نيغ النبي صلى الله عليه وسلم يبغي الخضار بيقين باللي بني المصطلقة بقيادة القائد نسمي اسمه الحارث بن أبي درار. شفوا ثسي الحارث خطر يشم تاريخ سعن قائد شهم شجاع قوي اسمه الحارث بن أبي ذرار وقيد القائد قبيلة بني المصطلق. طيب اسمي ديال الخبر باللي هجند الجيش باش تضمن في المدينة المنورة ويباغتونهم يعني يفاجئونهم بالحرب في المدينة المنورة. النبي عليه الصلاة والسلام لاش يخدم ويشجع باش ديو الخبر انتيتس ذي اللغة المعاصرة اسميس التحقق من صدقية الخبر. يعني هل ترى تيتس أو ماشي تيتس يبالك ذا ولا كان يفقد. يشجع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بند الخبر بيقين باللي يثن هجاند الجيش قوي باش تضمن في المدينة المنورة، يرنا ألبوا القبائل المجاورة للمشاركة في الحرب ضد المسلمين. يويند خذ من عقود اتفاقات ولاءات مع القبائل العربية الأخرى يعني دي الزين دي قلن دي مكة باش تضمن يعني في الطريق إلى مكة باش تضمن في المدينة المنورة. صافي النبي عليه الصلاة والسلام ثريس على اليقين باللي وقال قد تضمن الخدمة الحرب يلسم. وطبعا ذاكي ربي سبحانه وتعالى القرآن الكريم فتبينوا كما في سورة الحجرات في الآية السادسة
أشهد أن ربي سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الخضر يبضل إلى قد تحقق النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق تبين يبضد الخضر تسيدت باللي أثان الزمن في المدينة المنورة في سلمن أكمل طبعا بقيادة القائد نسن الحارث بن أبي ضرار. الغزوة إذن تمت كما قلنا في اليوم الثاني من شهر شعبان في السنة الخامسة من الهجرة النبوية وبيوم الاثنين. المهم انتهت الغزوة في أحداث كثيرة أتجاوزها باش نأكد على بعض المعاني المهمة في لقاء اليوم. نكون الحلقة كما كانت زرا مسمس نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا ندخل في التفاصيل الدقيقة، الذي يهمنا هو استنباط الدروس والعبر ويعني التبصير بأهمية النظرات التي نستفيد بها في حياتنا كمسلمين بيننا وبين يعني المسلمين وكذلك خارج دائرة المسلمين. طبعا انتهت بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام على هذه القبيلة، انتصروا وزرم القوانين بند الأسرى غير محباس. طبعا وقي دخل فيما يسمى في القانون المعاصر في القانون الدولي والعلاقات الدولية ما يسمى بقاعدة المعاملة بالمثل. المعاملة بالمثل، أكل يخدم ناس نخدم، فقي القاعدة قاعدة موجودة في غادي يدير باللي إلا أنت تلقي قاعدة لا يرسم وين انتصر الذي يولى الأسرة. من بعد إلى تبادل الأسرة طفنيون يسعى القرض القران سجن سلمن باش أتيد نحرر أتيد نفذو إذا مرات شرطا أدي يكون السلاح دي 10 نار باش يكون سلاحيون. هذا الأمر موجود وش مال التفاصيل الذي يهمني باش أقف عند أمنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار. تزرم يليسن القائد كانت من سبايا المسلمين، يليسن القائد مقران إن بني المصطلق إن القبيلة يجي ومسمان الحارث بن أبي ضرار يليس اسمس جويرية التي صارت بعد ذلك أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ببنت قائد، القائد بنت المصطلق اللي هو الحارث بن أبي ضرار صفي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها. ذي الليس يغيث النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، أسميت يوغ النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الناس يتحدثون بنو المصطلق هم أصهار الرسول صلى الله عليه وسلم. يظلنيس وغنوك يظلنيس يا خيكا يظلنيس، هل يجوز أن يخدم القرنة في ظلن؟ خاطر يحبس القرنة يحبس كل شيء. من بعد أي واحد حكم سرح الناس كلش نحور فيكم خطر في عذاون النغ ثورا ينس فيكم النبي صلى الله عليه وسلم. ضغوال نون فون ويذ ظولانيس إلا قاكم نحذر إلا قان حذري ظولان. زواج جويرية بالنبي صلى الله عليه وسلم باركة ذو الباركة ثم قرآن. من بعد اسم المسلمين سرحنا كل الأسرى ننسم سقر روحه خويا روح شضاد قال ننفي ضاد قال ننفي صلى الله عليه وسلم. من بعد الحارث بن ابي ضرار يسد باش هذه زور يليس دعاه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه اعيد سوبريمي ثم زور زين سقال صحان دعاه ان يسر واحد صغفر يلي وتسقال يسد القائد الكبير الحارث بن ابي ضرار يشم بيت النبوه يزور يليس جويريه ام المؤمنين يفرح مي ربحناك فرحناك
فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. إني شمد الإسلام يشهد لا إله إلا محمد رسول الله. من بعد يك القبيلة أكن ما لنش من الإسلام كلهم بسبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية. وقال كان وكذا الرسول يهود الرسول. أذكر مرة في واحد الملتقى قرن رد على الشبهات ناس ما نردش كيف هذا؟ وشكون هذا الرجل اللي راح يدخل بيت النبوة ويتهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا قال لك الشمس هذه المعركة مثاقين ما نقدروش كيفها؟ نقرأها في السيرة نعم، ولكن هذا الرسول يا شبيك الرسول يوحى إليه، ما نديروش الرسول كيما واحد منا نتحاسبه علاش أخويا علاش درت هكذا علاش درت هكذا. لا لا أخويا هذا رسول. وبعدين اقرأ اقرأ باسم ربك اقرأ وتسين زر شوي الله. ذكر العلماء السيرة لشو دنان ما كاينش قبيلة أسلمت كاملة بعد الغزوة إلا هذه، باش نفهم باللي جويرية أم المؤمنين بنت الحارث هذا البركة من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ربي سيقدرنا كأذي جوجة كتساقين باش نشمل كل الإسلام، وما دام نشمل الإسلام ربي نجيهم من النار. إذن هذه مسألة مهمة. ونفس الشيء جميع أمهات المؤمنين كل وحدة عندها قصة كيف تزوج بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان أحد العلماء يقول لك الرسول تزوج بواحدة خديجة بنت خويلد، ذكرنا حكايتها التي كانت مرافقة للنبي صلى الله عليه وسلم من أول خطوة مع الوحي الطاهر سميديوسا صغار حراء صغار زم نزل عليه الوحي اقرأ باسم ربك زرم الآية الأولى من سورة العلق. إن يزملوني زملوني لقد خشيت على نفسي غمثي غمثي ثركبي التولى وقدر في ماني ثناس كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هاي الزوجة ممكن خديجة تقول له أنا وش دخلني أنا أنا ما نعرفش قضايا الوحي، روح أصحابك روح سندوك عليك يتدفرون. توقف في اسم البداية ثنيس كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وبعدين ذكرت بعض خصال المصطفى صلى الله عليه وسلم إنك لا تصل الرحيم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق ونوائب الدهر في رواية أخرى خير ربي يغيوث الباقي زوجا بهن سل قدر ربي سل أمر سيدي ربي يجوج كتسيار أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. قلت يا جماعة نحن نبتلى في كل شيء، لذلك أصعب طريقة قالك إثارة الشبهات. أخذم شبهة وهذه يتقنها المنافقون وستسمعون بعد حين أخطر بعض الحوادث في هذه الغزوة المباركة. المنافقون شاطرين يرميوا شبهة شبهات سلغ لون أتسلغ اللغن أنقم ذي الشك أغير روح اليقين إن سعى ذي الدين النغ ذي العقيدة النغ ذي الرسول النغ صلى الله عليه وسلم ذي الصحابة وأمهات المؤمنين جميعا. لذلك العلماء يتحدثون عما يسمى بالعتق الجماعي. العتق الجماعي إفكاس الحرية في ونواس وكوك كل أسرى خطر من ذي ظولان صلى الله عليه وسلم. نعطيكم رسالة لكم ولينا إلا قد نحضر ظولان مين كنا نأخذ العبرة إخي نظارات أنا عميه في قرن كينا ضقالي وكين سلمان المذ يوم القيامة خلينا يخ مسلمين يا الرسول صلى الله عليه وسلم مشركون كفار أعداء لكني يحذر ظولانيس والصحابة حذرني ظولانيس ظولانيس تعرفن أو كذا ثم شو تصرامت يكتب ربي شمله كل الإسلام لكن ملان. وهذا مسألة سجلتها كتب السير يقول لك لم نشهد في عقب غزوة من الغزوات أن أسلم الجميع إلا في هذه الغزوة. يجعل ربي الزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ذرار زواجا مباركا. يلا نقول لكم كنت تسمعوا الأحاديث عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنت الأحاديث يدروا البخاري يدروا مسلم رحنا لمي جويرية جويرية النبي صلى الله عليه وسلم قلت لك تبوي عن السنة نعم ممن روت الحديث
هي من الأحاديث بالمناسبة الذي روته يعني أمنا جويرية، الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو في الذكر والدعاء. بالمناسبة جويرية معروفة، هي من النساء الذاكرات لله كثيرا القانتات الصابرات، معروفة ذي السيرينس أنه تذكر ربي طاس، تذكر ربي طاس. وروت حديثا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في باب الذكر والدعاء في الدنيا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الحديث في ديروان جويرية: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الوقت لا يسع، وإلا نجيبكم الأحاديث اللي روتها أمنا جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. توفيت سنة 56 للهجرة على الصحيح، في سنة 56 للهجرة ظهرت حوادث. المنافقون حضروا هذه الغزوة. المنافقون، نعطيكم ملاحظة، المنافقون تخلفوا عن كثير من الغزوات، لم يحضروا، ما حضروش، وحضرنا لها المنافقون الغزوات اللي عدان. أسقرنا بزاف دائما الانتصار، الانتصار يلا، ولو كني ذي الغزوة قال شارك، شارك المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة، حضروا معه. وعلى بالك المدينة للمنافقين، لان المنافقين دي المدينة المنورة، لا ذي الزمان في صلى الله عليه وسلم ناس سكواسا أنشارك أنسكي ذي الغزوة ياك باش أدناو الغنائم ثم زواروث وثي السناف أن وثين سلمن سي داخل إلى قنحر كيس نشوفو مليح ودينا ربي سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ماشي بسهولة، أي غر أخطر، شوف تخطيط نسن الجهنمي. الحديثة تصيق ذرانا أخطر ثلاث حوادث. الحادثة الأولى ذا شو ذران ديكس خذ من المشكلة المهاجر الأنصار، المهاجرون شفان في غزوة بني النضير، مد نشرح بعض الآيات في سورة الحشر، ربي بيّن فضل المهاجرين، فضل سندم القرآن وقال له هجر في صلى الله عليه وسلم. الآية اللي بعدها يبين ربي سبحانه فضل الأنصار يقنصر في عليه الصلاة والسلام أهل المدينة. الآية اللي ظن يهضرت في فضل التابعين لهم بإحسان. يلا المنافقون خدمنا بلون داكسيون أسقر إلا قال خدم شوال يار المهاجرين للأنصار إلا قال كيرة إلا قال فتنة. ذينا ذي الغزوة زرضمان قليليف مورد الماء يونسيس يوفى العنصر بوامان هكا مزحاما نورمال، ذي نسلم من بشر ممكن نكون مزحام سطوموبيلات ممكن زوايل ممكن نورمال مشاكل نور الغاشي في ثمورث أو في زمورث أو في ثلاث في ليسا تظنون نورمال عادي ماشي ذي العيب. العيب ما إلا كيني بالسيف تغنات وكذا خلاص بان ظهر الحق أخضع للحق. نحن لسنا ملائكة، نحن بشر، والصحابة بشر اختلفوا على مورد الماء مخلفة. المنافقين أسقارا سيولي إذا الدرثي سيولي وذرمي ينتقيون ينسيال الأنصار وعرنا السيولو سمحتي مثلا يقول ما يسوي القبيلة يسن غير القومي ناس صار دير سي لاغير. المهاجرين ينسيال المهاجرين تروح تسكر القرة أربي ستر أربي ستر ذكر الفتنة أبوها المؤمنين يا للأنصار يا للمهاجرين صفات الشعل وتشعل للمنافقين ولا ينسلم نضعف استجابوا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم
يسقسي الفتنة مثل بدا ما تشعل تمس تمس نار شعلت في البداية قرعة هذه تطفيها كاسمة يطفي النار في بدايتها أما إذا اشتعلت لي بومبي لي زيليكوبتر وما يطفيوهاش هكذا ماشي يا اخي نزره ما تشعل تمسي الغابه ما تفذا كان سقسي تم الدم اتسقسي اما الا جا انت لما الا ما داين داين سي بون ميم الفتنه ديال الجيران دوك بطيمه ديال المؤسسه ديال الاداره ديال السبيطار ديال الجامعه تذكر اشارات ربما كاينكم اللي على بالو بالاخبار واش صاير الان في بعض الجامعات في كل مكان مشكله النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منه مباشره يبغي في الخضره شو سنينا ما بال دعوه الجاهليه ما بال دعوه الجاهليه الجاهليه تاكي تفهمش الجاهليه تفهم دين سلما ان بعدين يصدعوها فانها منتنه اجتت استراح التفوح كرمكم الله فتنه اشو ديال الانصار المهاجرين يا اخي داين ان سهر الجميع في اطار الاخوه الاسلاميه الجامعه انما المؤمنون اخوه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوه الجاهليه دعوها فانها منتنه يسقسي في مسمي الفتنه ذيم المنافقون سقرناوه هو لازم ندمروا الاسلام هذا والمسلمين داروا مشكله اخرى ما هي ينتقدوا المنافق كبير ذا شوت اسمه عبد الله بن ابي بن سلول وقيه نتسى منافق ذا ذاس منافق إن ياس ما نغلغ المدينة إن ياس والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يعني فغادي النبي صلى الله عليه وسلم ذليل كلام خطير يا جماعة الخير أولي كيفاش أنت توصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنا عامير من بظل المدينة الوالي ما تسوى أولاقي يوض النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب يمد يوض الخضار إلا فينا إناس يا رسول الله إذن لي بأن أقطع عنق هذا المنافق هذه زعما قروص فكرت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إناس دعه أجيف يا عمر أجيف لا يتحدث الناس مش الهضر الغاشي أن محمدا يقتل أصحابه السفر الخضر سين محمد صلى الله عليه وسلم أين يمدو كاليس الصحابين خط المنافقين وتنزلنا لك الغاشي وإن كان الرسول يعلمهم بالمناسبة هذه المسألة سنشير إليها في مستقبل الأيام إزراثا ولكن زاشو المنافق ما معنى المنافق المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر يعني شوف لا يشبح يا رقم داخل مثل دي غيرك أدفقن علامة الإيمان أدفانت ذا خلد الكفر سيبور سوى عرم سيبور ألا ربي سني زمر يحكي ذلك التفاصيل ظلم في أوائل سورة البقرة ربي تحدث عن المؤمنين سريعا تحدث عن الكفار سريعا الكافر نورمال كافر كافر إذن هاك يوصل المنافقين 13 آية وربي سبحانه يفصل منافق منافق إلى تدقيق باش نزر الصفات أني سين صفات المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر يا عمر دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه إلى الصبر ماشي حاجة بسيطة مازال ولكن يبغض الخضراكي أرى عبد الله بن أبي بن سلول ننسة محمد صلى الله عليه وسلم يبغض الخضار اميسن عبد الله بن ابي اسم عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول مؤمن يرجف فاس فاس سيد المنافق مي سيد المؤمن يرجف مشارف المدينه لا رونترين للمدينه المنوره يطفي اميس يطفى فاس اذا شدينا انا ولا كير في النبي صلى الله عليه وسلم إنياس هو العزيز وأنت الذليل ماشي بسهولة باش واحد يضحي بعاطفة الأبوة ماشي بسهولة أتنكر ذاك على جل الرسول صلى الله عليه وسلم إلاق الكوراج إلاق الإيمان إنياس الرسول العزيز
الناس كشيني والله ما تكشمط المدينة حتى يأذن لك رسول الله. يحبسيه ميس يحبس باباس لو كان يقدم ينياسين كاثين غن ينياسين في صلى الله عليه وسلم ما فغط نغضي كاثين غن وفغطي نغوايض من غط وايض ذن كاثين غن لا ترانسبارانس مونيتي كل شيء إلا دخل. أن بعد ينياس فوالله لا تدخل المدينة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ينياس أذنت له بالدخول مرحبا عادي يكشماد المدينة المنورة اسمي يشم هذا المنافق يروح ديريكت للرسول صلى الله عليه وسلم يفان الصحابة طبعا الزمان خذ من لقيح الصحابة قدام الرسول صلى الله عليه وسلم تراجل للإشارة يروح غرسة يتقلى وقال كان منافق يتقلى شي قارن كدني غرا ولاقي ودني غرا ودني غرا بلي كاينين لا يخرجنا الأعز من هذا الخاطي ينيس دني غرا ويقسم بالله يتقلى فأقسم أنه ما قال تلك المقولة يلا ولكن يتسو باللي ورزرار باللي الرسول يسعى الوحي ينزل فلاش جبريل بصورة المنافقون تزوارد صورة المنافقون تزوارد الآية ثم زواروث إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله سيقارك شهد الرسول تعرف ويسيه كذا ربي شو دينا إذا يسنس والله يعلم إنك لرسوله ربي هدي شجعان والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يكفى ووال سان كومنتير أمي ربي ينزل الصورة في قارش ذا منافق خطر ما شلوا وقل لليس لليس المنافقين ويا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كمل كمل على ما نوض الآية في الثمانية يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لو ندين ديوسان ليخرجن الأعز منها الأذل فضح يعني صفية كوين دني غا ذرة دار ما غاديش كل شيء بضد كل شيء نزلت سل كلمات ربي راد يعني يسوى لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الآية الثامنة من سورة المنافقون لو كان ماشي ذي اسم السورة من سورة المنافقين أؤكد على هذا وبرزها باش تعرفوا من سورة المنافقون الآية الثامنة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يلا ولكن الابن اللي عبد الله بن عبد الله بن أبي ذي المؤمن ذا سيد المنافق النبي صلى الله عليه وسلم إفكيس من فاذر إذا فاس أجاز إفكيس إفكيس يعني واحد الهبة مهمة جدا ما هي؟ إن سبب ذاك ما يصرى به ولو ما رجل يخدم كل شيء إن نترفق به يعني يعامله برفق الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل هذا المنافق برفق نترفق به ينس ونحسن صحبته الله أكبر ونحسن صحبته ما بقي معنا ما دميت عيشي جيرانا نقبل وكي تسمعوا واحد يكلمكم في محاضرة ولا في مؤتمر عن تعايش تعايش قبول الآخر شوف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قدوته العليا قبول الآخر في كوات صف دثمة شقيق داخل البخام وريد شو مواسي ما تقبل غارب تصال مشاكل كبيرة جماعة الخير إلا قالوا غالر القرآن باش أنا في دواء قالوا غالر السنة غالر السيرة باش أنا ذوي منا ربي في صورة الحجرات صورة الأخلاق الآية 13 إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما على بلاش هو لا ندري النهاية صورة إبراهيم آية 26-27 يثبت الله الذين آمنوا سكي ثبتنا ربي ما يثبتناش ممكن حنا نحكموا على الناس اللي ما يصليوش يقولوا فلان 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 وبالك غدوه ما يصليوا وحنا نتركوا صلاة مانيش عارفين ما نحكموش على الناس ما نتحولوش إلى قضاة ونخرج الناس من الأمة من الإسلام ودخل في النار ودخل في جهنم وفي الجنة وكذا عليها مش شغلنا أنت ربي سبحانه
لذلك ربي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم الناس نترفق به ونحسن صحبته، ما بقي معنا فرق. مازال المنافقون قال كوان، مازال هذا الإسلام يقاوم، لازم ندمره. سيبوا صدرك راهم يدمروا فينا، يخترعون من خطط دمار، دمار الشامل. فجاءت الحادثة الكبرى، الحادثة الثالثة، حادثة الإفك. وصلوا إلى بيت النبوة، أسقرنا في نويسة الحرمة ثورة. الرسول لقي اللي ما حبش يطيح نضربوه للصميم، ندخلوا بيت النبوة ونزرعوا الشك في بيت النبوة. شرف النيف، النيف والحرمة، بضانة النيف والحرمة، النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث مروي بالتفاصيل في الصحيحين في البخاري ومسلم، حديث عائشة أم المؤمنين هي روة الحديث، خطر صلاة القضية على عائشة أم المؤمنين بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين. بزمي غاد حكوا التفاصيل خطر الوقت قريب العشاء. ميدو غالم سي غزوة بني المصطلق، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطحب إحدى الزوجات معه أمهات المؤمنين، وكانت عائشة معه في هذه الغزوة. يمدو غالم فمشت العقد اللي سيروحان، وبعدين استنهي فلاس، وبعدين يغلب السيد ساكن في الطاس، وبعدين إلى يونس ميس صفوان. صفوان كي تما شهود ديوان الغرس إن شاء الله تعالى، صفوان بالمعطل السلمي. صفوان كي وهذه من تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم تجور الجيش أدي قري والنغسين أردفير هذه مقلبة كي ونقيم أمثلة سمحتي تفضل يمثل لي كورتاج الجني اون فواتور ديال الفير بالك اللي يقيم نو باني ونخكا هذاك تخطيط هذه يقيم ويقيم صفوان يقيم في مؤخره الجيش المي ولكن تمطوث وكذا يعقلي السيدة عائشه استرجع بالكلام بكل ذوق وادب رجل مؤمن صحابي جليل مشات الشكر ديال الصحابي وكل الصحابيه ذي نفذ الحرمه بزاف القذف الله أكبر ذا يشتقي قدران أم بعد سيدة عائشة تحكي لك لما استيقظت باسترجاعه حينما عرفني فخمرت وجهي والله ما كلمني بكلمة والله ما أنا يدوال أنا خارحلته فركبتها سرس الراحلة من صوب القاعة تركب سيدة عائشة المؤمنين يبوي تسيد فانطلق يقود الراحلة المدبض إلى المدينة المنورة عادي ذاكي عبد الله بن أبي بن سلول هاي ناس يصوت في لوكازيون ينادير مسلاي في 18 من فيس الله عليه وسلم الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عن الجميع. انتشر الخبر بالمدينة الإشاعة وإذا غدو غال نفتح قوس الإشاعات مدمرة للمجتمعات إشاعة القيل والقال قالوا سيبوا صار بينا ديال القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أم بعد يبض الخبر انتشر ديال المدينة المنافقين زرعنت باللي سيدة عائشة يظهر كذا وكذا أو كذا يونس من صفوان السلمي وكذا وكذا بيت النبوة يبض الخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحزن وليس يبض الخبر السيدة عائشة يحزن وليس تسلو يبض الخبر باب فاس أبو بكر الصديق يحزن وليس من بعد الصحابة حزنا ولا بعض الضعاف مثل حسن بن ثابت وقي من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم يضعف عادي ماشي لا تسلا وياه يدير يقرص من شهرته لكن عادي وبعدين اعتذر واعتذر السيدة عائشة بقصيدة شعر كاملة. المهم ومن بعد القرآن لم يتنزل شهرا كاملا الوحي تأخر عن نزول أقول وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يلغ في المنبر يخط خطب تصوروا قلب مكسور هو بشر السمة دي النفيس دي الحرماس ماشي ديني سهلنا باش ساقي المؤمنين ما يظهر الشيقي ينظر باللي النبي عليه الصلاة والسلام يضرا ياس بيت النبوة فغانا زلزلن
زلزلة بيت النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم خطبة طويلة يعني مركزة، ذا شو دينا مما ورد في هذه الخطبة؟ الخطبة إن يسفى والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. الله أكبر، يفكد الشهادة ينس السيدة عائشة أم المؤمنين، إن يسي والخير زر في اللس، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلا، يعني صفوان السلمي، أمي مرقزني التهم لكني إلي اسما علمت عليه إلا خيرا. الله أكبر، ما علمت عليه إلا خيرا. في أحداث يعني مهمة جدا ولكن وقت داهمنا. بعد سيد عائشة المؤمنين ومن المؤمنين ثلاثة سنة ولسات انتقد ثنيس، والله ثنيس الله يعلم أني بريئة. كان دي ربي الله يعلم أني بريئة، ربي زرانكيني بريئة إنوسانت من القذف هذا من هذه التهمة. إن أثنيس ولا أجد لكم، وقال لكم تمسلين تمسلين دي النفيس، ولا أجد لكم مثلا إلا قولا. ودنا يعقوب ثند أبي يوسف فافس يوسف عليه السلام، زرنا سمي دوسان تمديث سقارنا يوسف يتشات وش وكذا مشاو السني كامل اشو سينا ذين دينا سيدنا يعقوب يدنا السيدة عائشة ثنا يصفى صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. كما استمعتم إليه ثنيس والله لا أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف، وهي في سورة يوسف الآية 18، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. مهم في النهاية قدر الله عز وجل أن يبرئ ساحة عائشة الصديقة بنت الصديق في قرآن يتلى إلى يوم القيامة في سورة النور. الله أكبر، اختار ربي سورة اسمها النور، ثفاند النور، نور الإسلام ديفان، وثفاند النور نتيذس نور الحقيقة من الآية 11 إلى غاية الآية 20. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات، سي الآية 11 ألم سورة ألم الآية 20 من سورة النور. ما بقي من دقائق نستثمرها في الدروس والعبر، هي كثيرة أشرنا إلى كثير منها في ثنايا العرض، ولكن كخلاصة خمس ورث إلى قال فهم باللي جميع الغزوات التي حصلت كلها لها مسوغات مبثوثة في كتب السير، يعني كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أكملت تقرأ واحد. رقم اثنين أنا فهم باللي ذي غزوة جبل المصطلق، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته الصوغ باش رب سبحانه أديهذو قوم كامل يهذهن رب سبحانه عز وجل بعد زواجه من أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. وهذا المحصل عقب جميع الغزوات أن قبيلة أو عشيرة يعني تسلم قاطبة كما حصل لهذه القبيلة. رقم اثنين في ثلاثة أذن فهم باللي المنافقون يكيدون للإسلام وللمسلمين، ولكن لازم المسلمين ينتبهون إلى خطورة المكائد التي تأتي على الأخضر واليابس، وقد يخلق رب سبحانه يثمثا بشري لي فوتوكوبي ماشي لي فوتوكوبي الصحابه ماشي لي فوتوكوبي يا خكر، ولكن والمكائد تتنوع باستمرار الحضارات ياك غلين اندلن ينسلمن ذي المكائد يتمثل ذي المكائد، وكل حاجه مدروسه ميلا مقصود العراق ماشي كناكا خطر ذينا لد حضارات ما بين النهرين، حضارة الأكادية ذي مثلا، الحضارة الأشورية ذي مثلا، الحضارة البابلية ذي مثلا، صافي إذن إلى قدر رزنك يعني جذور
نتاع النهضة أسباب النهضة ذي الأمة. وإذا حاجة نظن الفاحشة سمحتي لي ما يلوين الديمي قنا نكت الديمي أثان بض شحال من الفتن قدران ديك خامن ذي ثواشولين. السبب هو الطعن، الطعن في أعراض الناس، قذف المحصنات المؤمنات المحصنات ألوان إلى آخره، التصيق ضروا العجب صافي. الجانب الأخلاقي راه مستهدف، منظومة القيم والأخلاق إذا انهارت في المجتمع ينهار المجتمع. مارزن تغلي فالوريات مثلا في ذرة النار يثوى شوية النار المجتمع النار التصري ضرون. نقرأ السيرة للعبرة، نقرأ السيرة قراءة اعتبار. وعنوان الحلقة كما تعلمون نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. مازال هناك أيضا أحداث مهمة في السيرة سيدنا نشرح إن شاء الله هذه الدروس اللي تدون جاء مثل ويث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.